يعني اولا بهني الساده المحامين وبهني النقابه بهذا المظهر في الحقيقه الديمقراطي المحترم اللي بيؤصل لدور النقابه كنقابه مهنيه من اقدم واعرق النقابات المهنيه في مصر، وباعتبارها كمان الحارسة على مهنة من أهم المهن التي تشارك في تحقيق العدل في الدولة. هذا المظهر الديمقراطي اللي موجود في الحقيقة بيؤصل لانطلاقة مهمة جدا لنقابة المحامين. أتمنى أن نقابة المحامين تهتم بالشأن المهني وتهتم بالمحامين وتدريبهم وكفالة حقوقهم حتى يستقيم العدل في مصر. لن يستقيم العدل في مصر إلا بوجود قاضي وبوجود محامي وبوجود منظومة قضائية. الحشد طبعا مفرح في الحقيقة، وحرص المحامين على الحضور والزحمة اللي موجودة، وبحيي أيضا النقابة على هذا التنظيم في بساطة في الإجراءات، في بساطة في إدلاء بالصوت. بحيي النقابة أيضا لاستجابتها للحكم القضائي وتنفيذه، وتعظيم قيم الديمقراطية بالتصويت على موضوع الجمعية العمومية بالاختيار والمفارقة بين موضوع وموضوع. أعتقد أنه هذه الجمعية سوف تكون فارقة في تاريخ نقابة المحامين وفي تاريخ النقابات كلها. النهاردة اللي بيحصل النهاردة في نقابة المحامين هو النهاردة هيعظم دور الجمعية العمومية في إدارة النقابة، وهيؤدي إلى أنه مجلس النقابة يراعي دائما الجمعية العمومية، لأنه الجمعية النهاردة لأول مرة يمكن في تاريخها بيتم التصويت على كل بند على حدة. هذا قمة الديمقراطية، قمة العدالة، قمة الشفافية. بهني النقابة ومجلسها وبهني المحامين على هذا المظهر الديمقراطي، وبتمنى لنقابة المحامين في الحقيقة الريادة والقيادة، لأنها هي نقابة تختلف عن كل النقابات. هي نقابة لا تتعلق فقط بأعضائها، وإنما تتعلق بمنظومة العدالة، وأنها شريك أساسي في هذه المنظومة، وأنه إذا كان القول الحق أن العدل أساس الملك، فإن وجود نقابة المحامين وقوتها جزء من تحقيق هذه العدالة.